ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه معاكم؟ عندكم فندق زي انتوا شايفين كده في بان بان الجزء التاني. ايوه يا شباب، احنا في بان بان الجزء التاني، ويا رب طبعا تعدي على خير، ولا فيها شلل ولا وهل ولا حاجه. طبعا اهم حاجه تنسوش تعملوا اللايك ولا اشتراك في القناه، تفعيل زر التنبيهات، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بينا. ايه ده وان يعني؟ اوكي. ايه ده؟ شوف شوف شوف، ده عند روعة. ايه ده يا شباب؟ هي ليه ايدي متعورة ليه؟ هتلاقيها بتطلع دم، بس هو نايم. هتلاقي وش، عايزين يعملوا عملية تجميل وش تقريبا. يلا مش مشكلة، افتح يا سمسم ابواب الخير، افتح يا سمسم ابواب الخير، الزرار الخيران ابوابك. دي حركة سحرية يا شباب، كنت بعملها حركة أقدم حركة. ايه؟ افتح يا سمسم أبوابك، افتح يا سمسومة أبوابك الأحياد، وعشان ما ياكلناش بام بام، ويا رب يعديك على خير قبل ما يجي الخير ولا الشر. فاهم الوضع؟ انا بدل الكوماندو سمعنا يا شباب طبعا، صح صح بدل الكوماندو. انت عدي من متعدي من الزرار ده، ما انا هدوس على السهم ده وهو رايح كده. انت شفت العنكبوت دلوقتي يجي كانك كان ليه يعني؟ ما انا اعرف السلم ده هيخليك تهرب من العنكبوت. جالك ومش قلت لك اختفى؟ اختفى هو يا عم، اختفى بدل الكوماندو. عايز يوصل في دوت كام لايك؟ 1000 لايك، 1000 لايك، 100000 لايك. تمام، وصلوا على 100000 لايك يا شباب زي ما انتم شايفين. يا عم سبايدر، ايه ده؟ ده لسه مبص لي. يا رب يعديها. وكمان انا والله شباب خايف يظهر في الجزء دوت. يعني ايه؟ فهمتك فهمتك يا شباب. يعني ف دلوقتي ممكن يظهر لي بعد اللغز اللي هيظهر لي دلوقتي، وده اللغز على فكره. هو وانا هشتغل هنا مين؟ هو اللي جالي، والعنكبوت ده بياكل، ممكن يقول يعمل لي حاجات ليها علاقة بالسحر يعني، مش فاهم والله. بس يا شباب انا هسلم على ربي عشان ايه كمان. ايه شايفاني؟ شايفاني؟ اتنطط او منطط؟ ايه ده يا شباب؟ ده حاجة محروقة. ده سكوش، ممكن تكون هنا الدرون بتاعتي. هنا هتلاقي شباب هناك. ايه ده؟ ده بيقول ده ما عنده ميكروفونين، عنده اتنين شباب بيتكلموا مع بعض. بيقول سلم سلم على الكاميرا، شايفني كده؟ هي 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 هي، عايز اعمل واحدة كمان، عايز اعمل واحدة كمان. ليه؟ كنت بحبها. مش مشكلة، يلا. واو، ايه ده؟ هو ده قلت الاجتماع؟ اجتماع اكبر ناس في المدرسة، هم 4 كانوا بيقولوا في العيال ايه، والمدرسين كانوا فين؟ قول فين فين. كان راجل الرغد دول، كان واحد طبيعي فجأة تحول لراجل اخضر، اخد مادة سحرية من الراجل، وقعد حاول لجلد لون اخضر، وهم دهنوا على ايده اخضر عشان كده بقى لونه، وحط له سنان ولونوها. وخلاص خلاص كلام، المفروض احجاب من زمان.
في مكان. ده كان الملاب بامبل هنا. هذا الملاب الذهبي. استنى يا شباب. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. ايه ده؟ تبان بان رغاية على فكرة. الدرون اشتغلت ازاك يا درون؟ ايه ده؟ ايه الزرار ده؟ هو انت لسه هترغي يا عم بطر بارغي. ابدا بقى تحليل اللغز اللي ترتب الترابيزات ارتبهم ازاي احطهم او اضبهم يعني مثلا اضبهم مثلا يعني ايه ده قصدك انا ايه ده ممكن ايه تاني ايه وانا اللي شغال هنا ولا ايه بيقول لي الحته فيها مخطوف هو مين بقى ما شفتوش انا انا في الكاميرات في الجزء الاول لقيت عيل وهو بصوره على فكره ولقيت عيل مخصوص وبعديها خلصت كاميرات هي كمان كانت بتسجل وهي نايمه مثلا محشي محشي ماما ايه يا ماما ايه ده ما شاء الله حليت اللغة ثلاثة كويس انا لسه بتعلم بامبن ولسه زي كده اتعلم مني وشوف طبعا في العنكبوت احذر مني انا يعني شكله هو شكله كده احذر منه هو باين عليه بصراحه عشان شباب خافوا منه بصراحه انا صورت فيديو شباب ومتسجلش كويس وجه العنكبوت ايه لطشني الم وبعديها لما شفته عشان اقفل في الفيديو يا شباب لقيته عشان كده رجعت اصور تاني ينزل معي بالليعة طلعت الحجم حل اللغز ده كله مجديد ايه يا جماعة يا شباب انا لازم اكتشف على لغز الترابيزات دوت لو كمان ترابيزات بكرسي جامد ده كرسي جلد جامد ايه كده عايز حد يتكلم طبعا واحد يعرف اللعبة ديت يقول لي في الكومنتات بص عاد ملاد الشخصيات ده هو ممكن ايه ده فاكر في ناس لعبة اللعب ديت شفت فيها عارفين الاتنين دول الشباب الاحمر والابيض ديت البمبليم والبمبان دوت تقريبا شفتهم تقريبا في فيديو شباب انا كنت بتفرج عليه وانا اتغير شفتهم فيه يعني ايه هقول لكم هفهمكم شفت في تورته وعليهم هم الاثنين ممكن دوت يكون اللغز اللي هيظهر لي في الاخر في اخر بنبن ممكن برضو ممكن في اخر اللغز بتاع الجزء الثاني والله ممكن ليه الكراسي اللي لونها احمر 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 مثلا ما فيش مثلا كرسي
لونه ازرق فاخضر كده، ابيض في احمر. انواع الشخصيات اللي موجوده ديت، بص يا شباب انا هشرح لكم اللي انا قابلتهم في الجزء الثاني والجزء الاول. ده قابلته في الجزء دوت، وده قابلته في الجزء دوت والتاني، وده قابلته في الجزء الاول. تلات شخصيات شفته على الجزء التاني والاول. اوه ده شعور ايه، واو ماشي مش مشكلتي. ده محلول، يا رب يستر يا رب يستر. يعني قالت لي هو تمام لازم المألوف على الحالة عدي عدي مثلا عدلت وشيرش. طبعا انا هجرب الشباب اللغة اللي شكله طويل وهيطول معك تاني. وبعد الشباب ما حليت اللغز صح جدا، بعد حليت اللغز فيها ترى اذا كده في خطوة ممكن اللي بتاعت بتنجان اللي هناك ده، هناك البتنجان يا عم بطل لغي بقى. يوم كده المفروض حليتها يعني كده. اوكي هيقابلني اهو ده الشيف، انا هسميه سوند شيف لما اشوفه الاول. دي حلزون السريع تقريبا، ربنا يستر. وايه اللي بسم الله، اوه ماي جاد، ايه الرفوف ده يا شباب، ايه الرفوف دي. يا عم انا اتظلمت في ايه، انا مش شايف حاجه. ايه السهوم دي، ايه حكايه السهوم دي على الارض. انا شاكك الزوت على العنكبوت بيحاول يخدعني بالسهوم دي. يعني تقدروا تقولوا يا شباب اللي هو ان انا غلطت في حاجه هياكلني، ان هو جعان اصلا. انا مستني اخلص في حاجه ويكوني عايز اكل تقريبا 10 مرات في اليوم. عايز اخلص 10 مرات عشان ياكلني تقريبا، فدي حاجه زي كده. ايه الرفوف الكبيره ديت، ده الرفوف دي واصله للسقف يا شباب. يقول لك ما تروح، روح دوت. يلا يقول يا شباب روح على الازرق، ان انت رحت على الوردي هيزنقك، ومش والعنكبوت هياكلك. ان انت مشيت ورا الازرق هتعرف تعيش. اخرت على ايه العنكبوت دي، اخرت على ايه العنكبوت. وعم تبص الكل ممكن تيجي هنا تعالي. الله هجيب لك يوسف الشريف، تعالي هنا. ازيك اللي محشورة هنا يا عيني. برافو يا رون، ده شاطرة حضرتك. متحرشيش يعني ما تعمليش حاجة. أول حاجة رح تفوت ليه
انا عديته انا عديته ان شاء الله يعني يا شباب عديته. مش عارف اعمل ايه يعني. يلا هعدي ان شاء الله. يلا يلا روح هنا. وانت لزقت هنا ليه؟ يلا كيف كده وهتتحشر. هي محصورة على فكرة، هي المروحة محصورة. هي محصورة ايه في الجدار؟ محصورة ايه في الجدار اصلا؟ هي اتلسة كاسة يعني. في الاخر ادوس ديت ادي بتطلع نفسها كده، وهي لو محشورة في حاجة هتطلع. مش هل... ده دسته ما شاء الله. ده انا دست جواه. انا والله ما مش مستريح للسبايدر دوت. دق يا محشي دق 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 دق. ربنا يستر ويسترنا كمان. اللي انا حرفيا هتعمل كفته. كفته كمان؟ لا انا هتعمل كباب وضرب. كباب ولحم. هذا انا هتعمل كباب. لازم اخطط يا شباب. لازم امشي كده باين عليها ان انا هتخدع في الاخر. ايه ده؟ كده في امان. في امان يا مان. الحمد لله عديتها. انا اسطوري. انا عديتها اخيرا. عديت مرحله العنكبوت من غير يكونني في بطنه. في بطنه. نعم يا شباب يلا نكمل مغامراتنا اللي انا مش عارفه اخرتها معانا. يا عم روح بقى يا عم الشيف. انا شكلي كده دخل على مجزره. مش معايا الزرار ده. اسمع دوس كده. ايوه هو فتح. اي مين ضربني على دماغي؟ ضربني يا شباب. ايه ده؟ دوت اللي ضربني اللي كان ظاهر في الصور. في ايه يا شباب؟ ضربني ليه؟ ضربتني ايه يا عم انت على دماغي؟ شكل كده هتعي. اوكي دلوقتي. ايه ده؟ هو اللي صحاني هنا؟ هو مين اللي شباب وداني هنا؟ وايه دي؟ ايه دي يا شباب؟ ايه الحاجة؟ ايه الاقصاء؟ ايه ده؟ ايه ده 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 ده؟ دي تلق من هنا وخرجت من الباب دوت. ممكن هو الراجل الاخضر وداني. قصدي يا شباب ممكن الراجل الاخضر هو اللي داني؟
كده ليه؟ وانا عايزكم في حاجه يا جماعه، ما علينا، تعال نشوف لنا المشكله، تعال نشوف لنا المشكله اللي احنا فيها. انا ضربت تاني، هعمل ايه؟ خلي اكس اكس في التوبلكس. ايه ده؟ انت عادي؟ حلو، بس هو الاكس الاخضر ده ممكن يقول لنا افتح يا سنت. بص على الاخضر، مش عارف الراجل ده ضربني ليه بالشومه يا شباب، قلت له في ايه؟ استنى اتذكر ولا حاجه، انا اول مره اصلا اشوفه في اللعبه. انا كنت بس رتبت ايه ده، استنى قدامك شو المفروض بالازاز اصلا. هو الحاجات الاخضر اللي ماشي على الارض ايه؟ ممكن الاخضر دوت اخد حاجه، اخد حاجه كده في دماغه، حاولت ان هو يفهمني غلط، يفتكرني واحد، ممكن هو يكون خطف العيل ده. ده اللغز ده كبير قوي شكله كده. ده احنا لسه شفنا حاجه يا شباب، ده احنا هنشوف اللي ما يحصلش. يا رب يستر. يلا الدنيا اتخطفت ولا حاجة يا كمان. هي لزقت في الحيطة. هي ضربت اوف هنا، بس الدنيا اتخطف ليه؟ ضربت الدرون. ايه ده يا درون؟ ايه ده؟ كنت لزقت ليه؟ والله حصل ليه كده تيجي يا شباب؟ انا اتغفلت ولا هم ده كان فخ فخ بدل الكوماندو. ايوه كان فخ. ونبدأ في التشكيلة. ده مكان الرجل الأخضر. الرجل الأخضر أصلا ما ضربنيش. ايه كل اللغز ده يا شباب؟ اللغز ده وقعت فين؟ وقعت تحت المكشف. ايه كل دي الجزء ده كله؟ سبحان الله يا شباب، انا لسه بقع. خلاص درون تعالى هنا، درون كده هشيلك. الدرون فوقي يبقى كده شباب. خلاص حالة النهارده ضربني بالشوم على دماغي، بس انا هنكمل الحلقة دي بعدين، واشوف كل فيديو الجاي. وسلام يا رب الحلقة بس عجبتكم. يلا سلام.